يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل كل لفظة إن يقول هل كل لفظة إن في القرآن تكون بمعنى ما، كما في قوله سبحانه إن أمسكهما من أحد من بعده؟ لا، ما هو دائما بمعنى ما، تكون شرطية، تكون صلة، تكون بمعنى ما، بمعنى النفي، بمعنى ما النافية، لها مواضع، لها مواضع. عندكم كتاب مغني ذوي الأفهام، كتاب مغني اللبيب، مغني اللبيب في بيان معاني الحروف وما مشتقاتها. نعم، مغني اللبيب عن كتب الأعاريب لابن هشام النحوي. نعم.